إقبال جماهيري كبير في المعرض الأثري قمة الهرم حضارة مصر القديمة، واللي أقيم في مدينة شنغهاي بالصين، ووصل عدد التذاكر المتباعة لغاية يوم الافتتاح ل 250 ألف تذكرة. زي ما احنا شايفين على الهواء دلوقتي، المعرض بيضم حوالي 787 قطعة أثرية بتمثل عصور مختلفة في الحضارة المصرية القديمة، تقديم وجه مصر المشرف والحضاري في الصين. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر ونروح الصين مع حضراتكم ونشوف ردود الأفعال على معرض الآثار المصرية في شنغهاي من الإعلامية الصينية فيحاء وينغ اللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير أستاذة فيحاء. صباح النور ومرحبا. أهلا بيكي. يعني بداية حابين نتكلم عن ردود الأفعال واستقبال هذا المعرض، معرض الآثار المصرية بشنغهاي. أيوة، منذ الساعات الأولى لافتتاح هذا المعرض حظي بإقبال جماهيري غير مسبوق في الصين، وحاليا نحن في العطلة الصيفية، لذا رافق كثير من الآباء والأمهات أولادهم إلى زيارته، وفي يوم الافتتاح كنت أتابع البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني والذي قام به متحف شنغهاي من أجل تقديم عرض لهذا المعرض الرائع، وأكيد يعجبني كثير كثير. أكيد. طيب أنا عايزة أعرف منك أستاذة، إزاي الإعلام وإزاي الصحافة الصينية رصدت الحدث ده؟ التغطية الإعلامية الصينية كانت عاملة إزاي؟ نعم، يعني نحن الإعلامات الصينية خاصة بلغة العربية نهتم بهذا المعرض بالغ الاهتمام. أولا لأن مدينة شنغهاي من المدن العريقة، وهي أيضا من المدن المليونية في سكانها والمليونية في عدد زوارها، سواء من الصين أو من دول العالم المختلفة، نظرا لأنها من أبرز وأكبر محطات ترانزيت في الصين، لذا من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض المليون الزائر. وجدير بذكر أن هذا المعرض على الرغم من أنه ليس الأول من نوعه في الصين، إلا أنه الأكبر منذ عام 2003. صحيح. كما أنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري، لا سيما منتج السياحة الثقافية. صحيح. في سوق الصين الذي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة، وإنه أيضا سيشجع السياحة الثقافية الصينية باتجاه مصر، كما سيحقق مراده من كافة النواحي، سواء التبادلات والعلاقات الثقافية أو الاستثمار المباشر عن طريق زيادة أعداد السياح والإشغال السياحي الصيني في مصر. يعني وبما له من أهمية قصوى وبما تريه الصين من اهتمام بالغ بالحضارة المصرية، سيسهم بشكل كبير. صحيح. في تعزيز التفاهمات الشعبية بين البلدين. بالنسبة للتفاهمات الشعبية، يعني الحضارة الصينية هي حضارة قديمة وعريقة مثل الحضارة المصرية، ودائما الشعب الصيني يقدر الحضارة المصرية. يعني في مقدمة السياحة الثقافية إلى مصر تأتي السياحة الصينية. نريد أن نتحدث معك عن ردود أفعال الجمهور والشعب الصيني، أبرز التعليقات على هذا المعرض الذي يضم يعني قطع أثرية تمثل مختلف العصور المصرية القديمة. كيف كانت أبرز التعليقات؟ في أي الأجنحة كان هناك إقبال أكبر من جانب الجمهور الصيني؟ طبعا إن هذا المعرض يثير رغبات وإرادات الجماهير الصينية لزيارة مصر، مثل نهر النيل والأهرامات العظيمة وكل شيء يعني في مصر يعجب الشعب الصيني، مثل يعجب الشعوب العالم. وبالنسبة إلي،
يعني لاحظت أن أصدقائي وزملائي وأقربائي خلال هذه السنوات لديهم خطط لزيارة مصر، مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، يعني لكل هذه المدن المختلفة مناظر متميزة ساحرة. ويعني طبعا نحن نعتقد أن المناظر الجميلة في مصر ستترك يعني تترك انطباعات رائعة طوال حياتنا. أكيد علاقة بتربط الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة، إن الاتنين من الدول اللي عندهم عجيبة من عجائب الدنيا السبع القديمة موجودة، وفي اهتمام ثقافي سواء كان عند الشعب المصري بالحضارة الصينية أو كان عند الصينيين بالحضارة المصرية. المعرض فيه ثلاث قاعات، كل قاعة متقسمة إزاي والإقبال الجماهيري عليها إيه؟ نعم، إن هذا المعرض طبعا معرض كبير وجذاب بالنسبة للشعب الصيني، خاصة يعني بعد 3 سنوات فيروس كورونا. نحن يعني لدينا إرادة ورغبة شديدة في زيارة المعارض المختلفة في العالم كله، خاصة للحضارات العريقة مثل حضارة المصرية. أعتقد أن التبادلات بين مختلف الحضارات سيعزز القمم الإنسانية بين مختلف الشعوب. أكيد أرض الفراعنة، أسرار سقارة، عصر توت عنخ آمون، القاعات الثلاث الكبرى داخل هذا المعرض، ودائما توت عنخ آمون الفرعون الذهبي بيكون يعني محط أنظار كل عشاق الحضارة المصرية القديمة. كيف تفاعل مع مقتنيات توت عنخ آمون الجمهور الصيني؟ يعني كما أعرف معظم الزوار لهذا المعرض في الصين، هذه أول مرة لهم لمشاهدة الآثار المصرية الحقيقية من مسافة قريبة مثل هذا، يعني فرصة سانحة جدا. فطبعا يدهشهم كثيرا كل الآثار المعروضة في هذا المعرض، وخاصة يعني نعتقد أنه رمز لقوة مصر الثقافية، يعني لمصر آثار قوية في مجال الثقافة والحضارة في العالم. أكيد يعني كما ذكرت هذا المعرض بيدل أو بيؤكد على الحضور المصري الثقافي وقوة مصر الثقافية. بنشكرك على كل هذه المعلومات الإعلامية الصينية فيحاء وينغ، والحديث عن المعرض الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية للآثار المصرية القديمة.